بقولك ايه يا ورد، من الاخر كده انا مش موافقة على الجوازة دي، ومش عايزاكي تكوني مراتبني. ومن الاخر كده امنية حياتي كنت ان انا اجوزه بنت اختي، بس جيت انتي وبلفتي عقله وقلبه، ومش عارفة بصراحة هو بيحبك على ايه. يعني ايه هو حضرتك جاية تقولي الكلام ده واحنا فاضل كام شهر على جوازنا؟ هو بعدين هو انتي شفتي مني ايه وحش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأسعد حال. وحشتوني جدا جدا من آخر حكاية كنا فيها مع بعض. وطبعا كالعادة قبل ما نبتدي قصة وحكاية النهاردة، ننزل كلنا في التعليقات ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وطبعا اللي مشتركش عندي في القناة يشترك بسرعة، وكمان يحط لايك ويعمل شير كتير للفيديو علشان يوصله كل الفيديوهات بتاعتنا باستمرار. ويلا نتعرف على بطلة قصتنا النهاردة، اسمها ورد، عندها 28 سنة. بس قبل ما أقول لكم إيه اللي حصل معايا، لازم تعرفوا إن أنا كنت عايشة مع أمي أنا وأخويا لوحدنا، ما كانش في حد معانا تاني، خصوصا إن أنا والدي توفى من وأنا عندي سنة واحدة، يعني تقريبا ما شفتهوش وما وعدتش عليه. أما صلاح أخويا كان أكبر مني ب7 سنين، كان حنين عليا من وإحنا عيال صغيرين. أما أمي بقى ربنا يخليها لينا، وقتها كانت قررت إن هي تعيش على تربيتنا وما تتجوزش تاني. ومرت الأيام وربنا قدرها إنها تكبرنا لحد ما أنتوا شايفيني دلوقتي وبقيت في ثانوية عامة. بس كانت عندي مشكلة صغيرة، إن أنا كانت عقدتي الوحيدة هي الرياضة، ما كنتش بحبها بس كنت لازم أجيب فيها مجموع علشان أقدر أدخل فيها كلية. كنت بحاول والله أجتهد، بس يلا بقى حالي زي معظم الطلبة اللي ملهمش في الرياضة قوي. أما بقى مستر حازم، ده كان الأستاذ بتاع الرياضة بتاعنا، كان أستاذ في منتهى الاحترام والأدب. وطبعا علشان هو كان عارف ظروفي، خصوصا إن أنا يتيمة وحالتي المادية مش على قدها وما كانتش أحسن حاجة، كنت باخد معاه درس، ومع ذلك كان عارف اللي أنا فيه وإن أنا ضعيفة شوية، فكان بيكثف معايا الحصص وكان بيديني كتير لوحدي. طبعا كنت بعزه وبحترمه جدا لأنه فعلا كان واقف جنبي، وكتير جدا ما كانش بيرضى ياخد مني فلوس الشهر أو تمن الحصص زي ما بيقولوا. فضل معايا طول فترة الثانوية العامة بالشكل ده لحد الحمد لله ما ربنا قدرني وجبت مجموع كويس في الثانوية. والغريبة بقى إن نجحت في الرياضة وجبت فيها مجموع كويس. اليوم ده كنت فرحانة قوي، جريت عليه علشان أشكره على مدى تعبه معايا ال3 سنين. وفي اليوم دوت لقيته بيقولي: كنت مستني ان انت تنجحي بفارغ الصبر علشان اقولك ان انا عايزك تاخدي ميعاد من والدتك علشان عايزك اشرب معاكم كوباية شاي. ما كنتش فاهمة ايه بصراحة السبب، بس لما روحت وحكيت لماما قالت لي: يا رب يكون اللي في دماغي مش هو، انت لسه صغيرة وبدري عليكي قوي. قلت لها: يعني ايه يا ماما؟ قالت لي: يا بنتي لما يجي يشرب معانا الشاي هنعرف هو عايزك في ايه. وفعلا بعدها بالظبط ب3 أيام جه أستاذ حازم ومعاه والدته، وساعتها اتفاجئت لما لقيته بيطلب إيدي للجواز. بصراحة وبيني وبينكم أنا كنت فرحانة قوي، أصل أستاذ حازم دوت كان حلم كل البنات بتاعتنا، في منتهى الأخلاق وفي منتهى الاحترام، وكمان سنه صغير وزي القمر. لكن ماما ساعتها كانت ردت عليه وقالت له: ادينا فرصة نفكر، خصوصا إن وردة لسه صغيرة وبعدين لسه قدامها مرحلة التعليم. لقيته ساعتها بيقول لها: ما تقلقيش عليها، هي هتبقى في عينيا، واكيد تعليمها انا اكتر واحد هكون متاكد ان انا نفسي انها تكمله وهبقى واقف جنبها. لكن امي اصرت ان هي تاخد وقت على الاقل لحد ما تعرف انا هدخل كليه ايه. لكن الغريب في الموضوع بقى حماتي ساعتها كانت قاعده مش طايقه نفسها وكانها مغلوبه على امرها. وعدى اليوم، في نفس الوقت ده في بيت حازم كان قاعد هو ووالدته، وهي بتقوله: أنا سمعت كلامك ورحت معاك، بس لازم تفهم وتعرف إني مش موافقة على الجوازة دي، ضاقت بيك الدنيا يا حازم، رايح تتجوز دي يا حبيبي؟ ده لا من مستوانا ولا شبهنا ولا حتى زينا يا ابني، ده تلاقيهم بيكملوا بقية الشهر عشاهم نوم. انت مش شايف نفسك انت مين وابن مين ومعاك فلوس ازاي؟ وبعدين ده حتة عيلة، ايه يعني لو كنت وافقت وخطبت بنت خالتك؟ اهي بتحبك وبتموت فيك وشبهنا ومن مستوانا، وبعدين كنت مربطة مع خالتك على كده. بقولك ايه يا ماما، احنا بقالنا شهور بنتكلم في الموضوع ده
وقلت لك ورد بنت محترمة وأنا مرتاح لها، وأتمنى إن هي تكون مراتي، بس هما يا رب يوافقوا. هما يطولوا زيك. أيوة يا ستي يطولوا زيي. ما يطولوش زيي ليه؟ ناس محترمة وأمها ست مكافحة وعاشت عليها هي وأخوها وربتها، وإن كان على الفلوس عمرها ما كانت بتعمل بني آدمين يا أمي. وبعدين ده أنا ابنك الوحيد، يعني كل همك في الدنيا إن أنا أكون مرتاح. وادعي بس كده تكون ورد من حظي ونصيبي. ماشي يا أبو ورد، يا رب بس هما يرفضوا عشان تنبط وتقعد. بعدها بيومين لقيت أخويا ساعتها قاعد مع أمي وبيقول لها: بقولك إيه يا ماما، في الأول وفي الآخر ورد هي اللي ليها الرأي الأساسي. إن كنت خايفة عليها علشان لسه صغيرة، أهي بقت عروسة وكلها كام شهر وهتبقى في الجامعة، فهي الصن استخارة. وبعدين كلنا عارفين حازم إنه شخص محترم ووحيد أمه، يعني هيريحها. وبما إنه موافق على إنها تكمل تعليمها، يبقى نصلي على النبي كده ونديله الموافقة، بس بعد ما ورد تصلي الاستخارة وتشوف رأيها هيكون إيه. وفعلا صليت استخارة وقلت لأمي إن أنا مرتاحة وعايزة أكمل، وفعلا اتخطبنا أنا وحازم. في وسط ما أنا حاسة إن حماتي مش طايقاني، بصراحة ما كانش هممني، أنا كان أهم حاجة عندي معاملة حازم ليا. كان بصراحة معايشني أحلى أيام حياتي، ما كانش في حاجة في الدنيا بتيجي عيني عليها إلا وكان بيجيبها لي، وكان مقضي حياتي كلها معاه خروج وفسح. وفي وسط كل ده كان أكتر واحد بيخليني أهتم بدراستي وبالكلية بتاعتي، وكنا متفقين على 2 خطوبة، أتجوز بعد 1 سنة تانية وأكمل 3 ورابعة معاه وإحنا متجوزين. وعدت الأيام لحد ما في يوم كنت نازلة أنا وهو وحماتي علشان ننقي شوية حاجات في الشقة، وبعد ما خلصنا شراء دخلنا مطعم علشان نتغدى، وقام حازم علشان يطلب الأوردر. حماتي كانت قاعدة ساعتها ومش طايقة نفسها، وقلت لها: مالك يا ماما، شكلك متضايقة وزعلانة، في حاجة مضايقاكي ولا ايه؟ بقولك ايه يا ورد، من الآخر كده كان نفسي أنا وانتي نتجمع ونقعد لوحدنا علشان نتكلم كلمتين، وهقولهم لك قبل ابني ما يرجع. أنا مش موافقة على الجوازة دي، ومش عايزاكي تكوني مرات ابني، ومن الآخر كده أمنية حياتي كنت إن أنا أجوزه بنت أختي، بس جيت انتي وبلفتي عقله وقلبه، ومش عارفة بصراحة هو بيحبك على ايه. يعني ايه؟ هو حضرتك جاية تقولي الكلام ده واحنا فاضل كام شهر على جوازنا؟ هو بعدين هو انتي شفتي مني ايه وحش؟ يا ستي لا شفت ولا ما شفتش، ما بحبكيش، لله في لله اعمل ايه. وقبل ساعتها ما بلغها رد كان حازم جاب الاكل، وساعتها اول ما قعد لقيته بيقولي: مالك فيكي ايه يا ورد، وشك اتغير ليه كده؟ معلش يا حازم، انا تعبانه قوي وبطني قلبت عليا، فبعد اذنك عايزه اروح. هو ساعتها حس ان في حاجه مش مظبوطه، وفعلا قمنا وروحنا. وبعد ما روحت كلمني في التليفون وقال لي: بقول لك ايه، انا مش هسيبك الا لما اعرف في ايه، وايه اللي ضايقك وايه اللي حصل بينك وبين امي خلاكي قلبتي كده، انت مش عشره يوم، وافهمك من نظره عينيك يا ورد. ساعتها حكيت له على كل اللي حصل، لقيته بيقول لي: بنت خالتي ايه يا عبيطه انت، بنت خالتي دي زي اختي واستحاله افكر فيها، وبعدين يعني عادي، نفضي الكلام ماما، اي واحده في الدنيا عايزه تجوز ابنها لابن اختها وده العادي، المهم عندك انا عايزك ولا لا، كبري دماغك، وبعدين ما توقفيش لماما على الواحده، خلينا نعرف نعيش، وبعدين ده حماتك وهتعيشي معاها كتير، انت مش اهم حاجه عندك ان انا اكون بحبك وعايزك؟ وخلصت المكالمه على كده. بصراحه في الفتره دي فكرت فعلا ان انا اسيبه، لكن كتر تمسكه بيا وحبه ليا وانه مش عايزني ازعل لاقل سبب من الاسباب خلاني اتمسك بيه اكتر وانسى اي كلمه حماتي قالتها. وعدت الايام والحمد لله اتجوزنا، وكانت احلى ايام عشتها في حياتي، عشت معاه ايام مهما احكي عليها مش هوصف الفرحه اللي كنت عايشاها، خرجنا واتفسحنا، وبرضه كان مخليني مهتم بدراستي. عدى اول شهر وبعد كده بدات انزل جامعتي وهو كمان ينزل شغله. في الفتره دي حماتي كانت بتخلي حازم اول ما ينزل تستلمني، ترويق ومسيح وزعيق وخناقات أغاركم الله، كانت بتعيشني أسوأ ساعات طول ما حازم مش في البيت. وقبل ما يرجع بدقايق ألاقيها تقولي: قومي يا حبيبتي كده اتشطفي وغيري، ده انتي لسه عروسة، ما تضيعيش وقتك كده في غسيل المواعين والترويق، اقعدي في شقتك، أنا مش عايزة منك حاجة. وطبعا ده كان يبقى قدام حازم وتطلع نفسها قدامه الملاك البريء، لكن وهو مش موجود شيطان وطالع له 4 جناحات، ما بقيتش عارفة أتعامل معاها إزاي، غلبت منها والله.
واوقات كتير قوي كنت بغيب من الجامعه وما كنتش بروح، وكنت بقصر في دراستي بسبب كتر المجهود والشغل اللي حماتي كانت بتحطه عليا. ولما حازم ساعتها بدأ يحس بقلة مروح الجامعة، كنت بقول له ان ما عنديش محاضرات وانها ايام يعني فاضية من المحاضرات. ما كنتش برضه احكي له، لان كان بيصعب عليا ان انا ضايقه في عز ما كان بيعمل اي حاجة علشان يخليني مبسوطة ويرضيني. وحاولت اتأقلم مع اللي حماتي بتعمله، لكن هي ما كانتش بتتغير، وكل يوم كنت بعيش معاها فيه كان بيزيد كرهها ليا، وكانت تتمنى ان يحصل مشكلة بيني وبين حازم بأي شكل وبأي طريقة. لكن في الأسف في الوقت ده حصل آخر حاجة كنت ممكن أتوقعها أو أحطها في حسباني. والدتي تعبت جدا وجالها مرض خطير، وللأسف كام يوم قضيتهم في المستشفى وبعدها توفت. هي دي كانت الصدمة اللي عشتها، وما كنتش متخيلة إن في يوم ممكن يمر عليا الأيام دي. كانت أكتر واحدة متعلقة بيها وأكتر واحدة كانت سند ليا في حياتي. وللأسف بعدها أنا تعبت نفسيا جدا وتركت كل حاجة حواليا، من جامعة وحازم وحماتي، وبقيت تاركة الدنيا كلها. بقيت عايشة حياتي كلها في أوضتي، لا باكل ولا بشرب ولا ليا دعوة بحد. حازم في الوقت ده بدأ يقف جنبي ويكلمني ويواسيني، لكن للأسف ما كنتش قابلة منه كلام. مرة شهر واتنين وتلاتة وأنا في الحالة دي. في الوقت ده حازم بدأت أحس إنه فعلا بدأ يكره اللي أنا فيه، هو بدأ ما يسألش فيا ويتركني خالص. بقيت زعلانة على نفسي لكن ما كنتش عارفة أتأقلم، لحد ما في يوم حلمت بأمي. حلمت بيها وهي جاية تقول لي: مش متعودة عليكي كده يا ورد، طول عمرك قوية وطول عمرك كنت سند ليا ولأخوكي، لازم ترجعي تهتمي بجوزك وبحياتك بدل ما جوزك يضيع منك. أنا هنا مرتاحة وفي حياة أحسن، وعلشان تريحيني ارجعي سوق لجوزك بدل ما يضيع من إيديكي. أمي كانت بتقول الكلام ده وكأنها كانت جاية تبلغني رسالة. في الوقت ده فعلا بدأت أفوق وأبص لنفسي ولحياتي اللي كانت تقريبا بتتدمر. بيتي كانت هبل، وأنا كعروسة متجوزة بقالي كام شهر كانت حياتي مهملة جدا. بدأت أفوق وأغير من نفسي ومن تسريحة شعري، وبدأت أهتم ببيتي وأرجع تاني. لكن شكلي كده رجعت في وقت متأخر. الفترة اللي كنت تعبانة فيها نفسيا سمحت لحماتي إنها تسيطر على حازم بشكل كامل، ولما بدأت أكون معاه كويسة لقيته مش متقبل الموضوع، وكأنه كان عادي، حلوة أو وحشة الاتنين بالنسبة له واحد. في الفترة دي وكان لأول مرة ألاقي حازم بيقول لي: بقول لك إيه يا ورد، أنت مش ملاحظة إن إحنا داخلين على سنة جواز ولحد دلوقتي ما حصلش حمل؟ بقول لك إيه، عايزك كده تبقي تروحي تكشفي وماما هتيجي معاكي علشان نطمن هيحصل حمل ولا لأ. حاضر يا حازم، بس أنت ليه بتتكلم كده؟ ده احنا لسه متجوزين يعني ما كملناش سنة، مش مستاهلة جري على الدكاترة، وان شاء الله كل حاجة هتحصل لوحدها. هو انت ايه اللي مخوفك؟ ولا انت كنت كاشفة قبل كده وعارفة انك عندك حاجة فمخبية عليا؟ لا والله ابدا، الموضوع ان انا بس مش عايزة اشغل نفسي بموضوع الحمل، واحنا لسه بدري علينا. لا يا حبيبتي مش بدري، انا عايزة اخلف بكرة، ماما حجزلك عند دكتور وهتروحي معاها، ويا رب بس يبقى خير. استغربت اسلوبه معايا قوي، عمره ما كان بيتكلم معايا بالطريقه دي. وفعلا تاني يوم اخدت حماتي ورحنا للدكتوره، وبعد شويه فحوصات وتحاليل لقيت الدكتوره بتقول لي: انت تمام يا انت تمام يا مدام ورد، ما فيكيش اي حاجه، تحاليلك وفحوصاتك كلها بتدل ان انت ما عندكيش اي مشكله في الخلفه، فدلوقتي الدور على جوزك، المفروض اللي هو يعمل شويه فحوصات علشان نتاكد ان هو كمان سليم. حماتي ساعتها ما ردتش خالص، لكن كانت مأجله ردها لحد ما نروح البيت. لما حكيت لحازم اللي حصل لقيت حماتي هي اللي ردت وقالت له: هو ده اللي انا كنت عامله حسابه، مش بقول لك الدكتوره طلعت معرفه ليها وهي اللي كانت قايله اسمها، تلاقيها متفقه معاها انها تطلعك انت اللي معيوب وما بتخلفش. لا يا حبيبتي، انا ابني راجل وسيد الرجاله وما فيهوش حاجه، روحي دوري على نفسك. وبعدين ابني كان محلل قبل كده وسليم، شوفي بقى انت دافعه للدكتوره كام علشان خاطر تقول الكلمتين دول. هي حماتي دكتوره ايه؟ ده انت اللي منقياها وانت اللي حاجزه عندها، وبعدين انتوا اللي قلتوا نروح للدكتوره مش انا. يا حبيبتي الدكتوره دي انت اللي كنت قايله اسمها قبل كده وقايله انك بتتابعي عندها ومرتاحه معاها. هو انا اعرف دكاتره للخلفه منين؟ انا مبطله من زمان. انا يا حماتي اللي قلت لك عليها؟ ايوه يا اختي انت اللي قايلالي. هو انت هتكدبيني كمان ولا ايه؟ شفتي يا حازم مراتك، مش بقولك عايزه تطلع المشكله فيك انت؟ بقولك ايه يا ورد،
انت اتجننتي ولا ايه؟ انا يا ستي عامل تحاليل وسليم وما فيهاش حاجه، شوفي بقى العيب في مين يا حبيبي. ما انا عملت تحاليل وسليمه، وبعدين خلاص يا جماعه، لا انت فيك حاجه ولا انا فيا حاجه، كل حاجه بمشيئه ربنا وهتيجي لوحدها. ومن اليوم ده حازم جوزي ما بقاش حازم اللي انا كنت اعرفه، ما بقاش البني ادم الطيب الحنين اللي كان يتمنى لي الرضا ارضا، بقى بني ادم تاني خالص، كل يوم والتاني خناق ومشاكل على اقل الاسباب. حتى ما بقاش يقعد معايا في الشقه فوق كتير، ومعظم قعاده ونومه مع حماتي تحت، وكان ساعات يجبرني ان انا ابات معاها، وشقتي دي ما بقتش اطلعها الا كل فين وفين، ما بقتش عارفه اتصرف ولا اروح لمين واشتكيله. صلاح اخويا اتجوز وبقى ليه حياته، وامي ربنا يرحمها ما كانش ليا غيرها بحكي لها وبجري عليها، فاضطريت ان انا استحمل واسكت، وكل مره كنت بعدي، لكن اللي ما كانش بيعدي حماتي اللي عمرها ما اتغيرت ولا حبتني، وكانت تتمنى اي شر وقع فيه، لحد ما عدى على جوازي 3 سنين وما كانش لسه حصل اي حمل، لحد ما جه اليوم اللي ما كنتش عامله حسابه. لقيت في اليوم دوت حازم رجع من بره وعينه بتطق الشرار، ولقيته بيقول لي بقى انت بتخونيني وبتعملي فيا انا كده، بقى انت مخلياني اهبل وعبيط وما فهمش حاجه. في ايه يا حازم؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ فيه ان امي سمعتك وانت بتتكلمي في التليفون مع راجل، واتاريها كانت عارفه ان انت بتقابليه في الكليه وبتنزلي له مخصوص، واللي عرفته دلوقتي ان امي قفشت شريط منع الحمل ده في شنطتك، وان منع نفسك من الخلفه علشان خاطر ما تخلفيش مني، لما انت مش عايزه تخلفي مني يا هانم، وبتقابلي رجاله في جامعتك ومقضياها دخول وخروج، وخلصتي جامعتك واضطريتي ان انت تعملي دبلومه قال ايه علشان تثبتي نفسك، بقالك 5 سنين بتدرسي وجايه دلوقتي بتعملي لي دبلومه علشان تدخلي وتخرجي وتعملي اللي انت عايزاه على حل شعرك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ والله العظيم ما حصل اي حاجه. طب قولي لي بقى شريط منع الحمل ده ايه اللي حطه في شنطتك؟ والله العظيم ما اعرف عنه حاجه، ولا عمره ما كان في شنطتي. بصي بقى، انا عملت تحاليل وسليم، وانت سليمه زي ما انت ما بتقولي، يبقى الخلفه قلتها منين؟ بصي يا بنت الناس، انا من النهارده مش عايزك في حياتي، استحملتك بدل السنه 3، وشكل امي كده كان عندها حق في كل اللي كانت بتقوله عليكي، ومن النهارده كل واحد فينا هيروح لحاله، انت طالق يا ورد. ساعتها سمعت الكلمه وكاني مش مصدقه اصلا اللي بيحصل، كاني في فيلم عربي، حازم انبدل وكانه واحد تاني، والمشكله اللي اخترعها وقالها دي اصلا انا مش مصدقاها، وكانها كانت متفبركه وكانت مظبوطه عليا بالملي. في اليوم ده لا واجهته ولا كلمته ولا لومته ولا قلت له اي حاجه، غير ان انا ساعتها لميت شنطه هدومي ورحت لصلاح اخويا وحكيت له على كل حاجه، وهو ساعتها كان متاكد ان اللي بيحصل ده كله حماتي السبب فيه. قررت في الوقت ده ان انا انساه، وكانها كانت تجربه في حياتي وراحت لحالها. الغريبه بقى ان ما فاتش شهرين 2 ولقيت حازم بيخطب بنت خالته اللي كان بيقول عليها زي اخته، هو ما قعدوش مخطوبين غير شهر 1 بس، وبعد كده اتجوزوا، وكل ده بيحصل قدام عينيا، وانا لحد دلوقتي مش مصدقه ان حازم اصلا طلقني، وانه ازاي اتغير بالشكل ده. وبعدها بالظبط بشهرين عرفت ان هي حملت، لانهم كانوا معانا في نفس المنطقه واخبارهم كنت بعرفها على طول. المشكله ما كانتش في كده، المشكله ان حمل مرات حازم الجديده خلى الناس كلها تصدق فعلا ان انا كنت انسانه مش كويسه واعرف واحد عليه، وان كنت باخد حبوب منع الحمل لمجرد اني ما احملش منه. بعد ما سمعتي اتدمرت في وسط الناس وحماتي طلعت عليا الكلام ده، لكن عدت الشهور والايام وانا بحاول اتعافى من كل اللي حصل لي. وبعدها لقيت صلاح اخويا جايب لي عريس كان صاحبه في الشغل، بني ادم محترم وانسان كويس، كان اسمه محمد وكان متجوز قبل كده لكن زوجته توفاها الله. في الوقت ده انا قررت ان انا ارتبط علشان اطلع من اللي انا فيه وانسى اي حاجه انا مريت بيها، وبعد ما صليت صلاه الاستخاره وقعدت معاه وافقت عليه واتخطبنا. وطبعا بعد ما اتخطبت لمحمد حكيت له على كل اللي حصل، وساعتها لقيته مصدق كل الكلام اللي انا بقوله، وبيقول ان ياما في ناس مؤذيه في حياتنا، وساعتها كان مقتنع ان اي اذى انا مريت بيه في حياتي كانت اكيد السبب في حماتي. وبعد ما اتخطبنا حوالي 6 شهور بعدها اتجوزنا، وبيتهيالي انا في الوقت ده كنت اقدر اقول ان محمد هو عوض ربنا ليا، انسان محترم
وبيعاملني بمنتهى الاحترام والأدب، وعمره في يوم ما جرحني. ويمكن هو ده كان العوض فعلا اللي كان ربنا سايبهولي. وعدت الأيام واحنا متجوزين أنا ومحمد، والحمد لله حياتنا كانت سعيدة، لحد ما في يوم باب الشقة خبط، ولما قام محمد علشان يفتح لقيته راجع ساعتها ومكشر قوي، ولقيته بيقول لي حازم واقف على الباب بره. قلت له هو عاوز ايه وايه اللي جابه هنا؟ لقيت ساعتها محمد بيقول لي طلب مني ان انت تروحي معاه لحد البيت لانه امه تعبانه وبتحتضر وطلبت تشوفك بالاسم. قلت له لا انا مش عايز اشوف حد، خليه يروح لسبيل حاله، انا خلاص نسيته ونسيت جوازتي منه وربنا خلاص عوضني بيك. بقول لك ايه، انا موافق ان انت تروحي تشوفيها عايزه ايه، وانا كمان هروح معاكي. فعلا محمد جه معايا ورحنا ساعتها علشان نشوف اللي كانت حماتي اللي هي ام حازم. لقيتها ساعتها تعبانه ووشها شاحب وخست قوي، وبجد المرض كان مسيطر عليها. ساعتها لقيتها بتقولي قربي مني، ولما قربت منها لقيتها بتقولي انا عايزاكي تسامحيني يا بنتي، تسامحيني على اي حاجه عملتها معاكي، لان انا مش مسامحه نفسي وخايفه اقابل وجه رب كريم وانا شايله ذنبك في رقبتي. وطبعا لما اتكلمت كتير فهمت منها ان هي كانت عامله لي عمل بالتفرقه بيني وبين محمد، وان انا ما خلفش علشان اتطلق منه وتقدر ساعتها تجوز البنت اختها. وساعتها لقيتها بتقول اللي ساعدتني في كل ده كانت مراتك يا حازم، مراتك اللي على ذمتك دلوقتي بنت اختي، هي كانت صاحبه الفكره الله يسامحها، هي اللي خلتني اعمل لك عمل انت ومراتك علشان تكرهها وما تخلفش منها، وانا اللي حاطط لها برشام منع الحمل في شنطتها، وكل ده كان بتدبير منها هي واختي. انا بقول لكم على كل ده دلوقتي علشان تسامحوني، انا عارفه ان فاضل لي ايام معدوده ومش عايزه اقابل ربنا وانا كده. ساعتها لقيت حازم بيقول لها بقى انت يا بتاعه الاعمال اللي بتضحكي عليا واتجوزتيني بالغش، اتاري ربنا خلاكي حملتي 4 مرات وفي كل مره الجنين ينزل بعد ما يتم الشهر الرابع كانه بيعاقبك. وساعتها راح حازم رامي عليها يمين الطلاق وخرجها بره البيت. وانا مشيت ساعتها انا ومحمد ورميت كل حاجه ورا ظهري، لكن في كل خطوه كنت ماشياها وانا مروحه كنت متاكده ان ربنا خلاني اروح المشوار ده علشان يوريني حق اللي جالي في الدنيا قبل ما يجيلي في الاخره، بعد ما الناس كلها عرفت بمعامله حماتي ليا هو الكلام اللي هي قالته. وبعدها بايام حماتي قابلت وجه رب كريم، وطبعا الناس كلها كانت عرفت اللي هي عملته معايا، وبدأت كرامتي تتردلي في وسط الناس للمرة التانية، خصوصا بعد ما حملت من محمد وربنا رزقني بولد وبنت توأم. والحمد لله ربنا قومني بالسلامة ورزقني بأحلى بنت وولد في الدنيا. أما بقى حازم، الناس اتجمعت وحاولت تخلي بنت خالته ترجع على ذمته المرة التانية، وفعلا رجعها، لكن للأسف حملت كتير جدا، لكن للأسف حملها ما كانش بيتم لحد ما اضطرت إن الدكتور يشلها الرحم بسبب كتر يعني نزول البيبي اللي كان بيحصل لها، علشان كده انكتب عليهم إن هما ما يخلفوش تاني، إلا بقى لو حازم فكر يتجوز للمرة التالتة. وبس كده اترضيت لكرامتي وربنا عوضني بمحمد وعوضني بولادي، والناس كلها عرفت الحقيقة، وهي دي كانت حكايتي، وهي دي كانت حكايتي في جوازات الاتنين، سواء من حازم أو من محمد. شفتوا بقى عوض ربنا لما ما بتأذيش حد وبتمشي بضمير صافي بيكون ازاي؟ حبيت أحكي لكم الحكاية علشان تتعظوا منها، وكمان علشان تقولي لي رأيكم فيها. ولحد هنا تنتهي حكايتنا، وأتمنى إن هي تكون نالت إعجابكم. بس على فكرة حبيت أقول لكم قبل ما أنهي الحكاية إن أنا فعلا سامحت حماتي، أو اللي كانت حماتي سامحتها لوجه الله، كفاية ان هي اعترفت بخطأها قبل ما تموت، وما حبيتش ان انا اكون سبب تعليق ذنبها في السماء، علشان كده سامحتها. اتمنى تكون حكايتي نالت اعجابكم، وهستنى اسمع رأيكم. وفي النهاية احب اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.